هو في سؤال يعني حيرني قبل تين الزيارة هذه، فأنا حبيت أوصل لمرحلة معينة من الفهم، وهو لماذا سمي بالدكتور شرقان؟ يعني هل قلت الأسماء؟ لا 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 لا، هذه ما لها علاقة فيها، هذا ما له ذم، هذه مسألة انبثاقية تتعلق بالأهل. هم المسؤولين عن هذه المسألة. هذه مسألة تزامن. لا 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 لا، هي ممكن تكون مسألة أيضا يعني منطقية تتدخل في المسالك العائلية، وبعدين ترجع للمسالك الإسمية فتكون مختلفات عقلية. لا لا لا، هي انبثاق عن حالة عاشوها أهم. وأنا أقول لك شيء، يعني هذا منطق، يعني لازم تؤمنين فيه إن الحالة هذه ممكن تتطور مع الأيام وتصبح حالة جنون. بس لا، هني ما اسمح، انا ماني مينون.